تغادر مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني إلى المنامة استعداداً لمواجهة البحرين بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027. وخرج طحنون الزعابي من قائمة الأبيض للإصابة، لكن في المقابل استعاد باولو بينيتو خدمات يحيى الغساني بعد تماثله للشفاء، ويحتل منتخبنا الصدارة بفارق الأهداف عن البحرين بثلاث نقاط لكل منهما. وكان الأبيض قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب نيبال بأربعة أهداف دون مقابل. حجز اتحاد كلباء أول بطاقات المربع الذهبي لكأس مصر في أبوظبي الإسلامي بعدما جدد فوزه على الشارقة حامل اللقب بهدفين لهدف في إياب ربع النهائي. وافتتح مهدي قايدي التسجيل لاتحاد كلباء في الدقيقة 57، إلا أن الشارقة تمكن من إدراك التعادل بعدها بخمس دقائق فقط بواسطة عثمان كامارا، وسجل أندريس هدف الفوز لأصحاب الأرض الذين تأهلوا بمجموع المباراتين بعد أن فازوا في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. اختتمت أمس بطولة كأس أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد التي انطلقت في 15 من الشهر الحالي واستمرت 4 أيام. البطولة التي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية اتسمت بالندية والإثارة منذ يومها الأول بمشاركة 9 فرق محلية ودولية، وشهد اليوم الختامي للبطولة 4 مباريات لتحديد المراكز الأولى. وتوج فريق ستورمز أبوظبي باللقب بعد فوزه بهدفين دون رد على فريق الرئيس البيلاروسي في المباراة النهائية، في حين كان المركز الثالث من نصيب فريق دينامو كازان.